كنطلبوا من الحكومه المغربيه والحكومه الاسبانيه تشوف هذا الحال. العيالات صحابات الفريزه صحابات الكونترا، الله يرحم الوالدين. حنا خدمنا وسالينا الكونترا ديالنا وسالينا الخدمه ديالنا، كلشي داز بخير وعلى خير. ودابا الله يرحم الوالدين كنطلبوا من الحكومه الاسبانيه وبغينا تسمع الصوت ديالنا. انا كنهضر ولكن راه كنهضر ب 7000 اسم 7000 مره، راه كلهم مخليين الوليدات ديالهم جاوا على اساس كونترا، جاوا على اساس مده قصيره للعمل. دابا سالينا العمل ديالنا الله يرحم الوالدين جلاله الملك القنصليه اسبانيا شوف من حالنا ودير لنا شي حل. حنا ما جايين حواسين، ما جايين نشوفوا ما جايين نوعوا، جينا للعمل مده عمل. دابا سالات الله يرحم الوالدين ترجعونا لوليداتنا. دابا راه جالسين كاين اللي بشهرين، كاين اللي بشهرين ونص، كاين اللي بشهر، وكاين اللي طردات الفلوس من المغرب، صيفطات الفلوس المغرب لوليداتها بحكم كانت الكورونا في المغرب ما كايناش الخدمه، وصيفطات الفلوس. دابا جلسات بلا فلوس، دابا جلسات بلا مصروف. اذا هاد العيالات فين بغيتو نمشيو؟ واش نمشيو للزنقه باش يدبروا باش يصرفوا؟ اذا واش نمشيو يديروا شي حاجه اللي ما صالحاش باش يصرفوا؟ راه الخدمه ما كايناش. القنصليه الاسبانيه راها ما عندهاش فين تخدمنا، كلشي سالات الخدمه، سالات الفريزه، سالات الارندانه، سالا كلشي. شنو غناكلو؟ الله يرحم الوالدين، جلاله الملك، جلاله الملك، جلاله الملك، سالا راسنا وعينينا، والمغرب على راسنا وعينينا، وهذيك بلادنا وهذه حتى هي بلادنا. مي كنطلبوا منكم تردونا عند وليداتنا، وليداتنا محتاجيننا، جينا مده عمل. كاين اللي خلى الدراري ديالها ومخليها مع الام ديالها خاصها تجي تلقى عاوتاني حوايج اخرين. الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين، كنترجاو يا جلاله الملك دير لينا الحل ودخلنا. حنا راه من العالقين، دابا راه حنا من العالقين، من العالقين، وحنا راه كنستحقوا ندخلوا قبل ما يدخلوا العالقين اللي جايين في يحوسوا. حنا راه جايين فرصة عمل وتسالات وكلشي داز بخير على بيه وعلى خير. حتى دابا شوفوا السلام عليكم، الله يجازيكم بخير. حنا كنطلبوا من الحكومة المغربية والحكومة الإسبانية دير اتفاق باش نمشيو عند ولادنا. حنا بغينا نمشيو عند ولادنا، ما بغينا حتى حاجة أخرى. كنطالبوا بغينا نمشيو للمغرب، بغينا المغرب. الله يجازيكم بخير. عاش الملك، عاش الملك، عاش محمد السادس، عاش الراية المغربية، الله ينصر سيدنا. أنا كنوجه هذا النداء لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ولي العهد مولاي الحسن، الله يجازيكم بخير. بغينا نمشيو عند ولادنا، ما كنطالبوا حتى حاجة أخرى. أنا امرأة أرملة عندي ثلاثة اليتامى مخلياهم في الدار بوحديتهم، أنا باغا نمشي عند ولادي. الله يجازيكم بخير. الحكومة المغربية والحكومة الإسبانية دير اتفاق باش نمشيو عند بلادنا، نمشيو للمغرب في أقرب وقت. جينا هنايا ما جابنا شيء، الفقر هو اللي جابنا إسبانيا. جينا باش نديرو مستقبل لوليداتنا ومشروع لوليداتنا. حنا في ليزات اللي خدمنا حنا هذه شهر وحنا جالسين هنايا. حنا دابا بغينا نمشيو بحالاتنا عند وليداتنا. الكيسات اللي كاينه جمعناها اسبانيا حنايا كليناها. حنا دابا بغينا نشوفو وليداتنا باي حاله منكم ديونا وليداتنا بالتحاليل بالقانون بالحجز الصحي. الله يخليكم، كنطلبوا من محمد السادس هو يشوف لنا شي حل ويدينا حنا دخلنا المغرب عند وليداتنا. واخا نخدمو راه المغرب مغربنا ولا بدا نوليو. كنطلبوا من الحكومه هي دير لنا شي حل، مشيو عند وليداتنا. السلام عليكم. نمشيو للمغرب عاد وليدات. حنا ما جيناش بينا الزلالة، جينا ناكلو ونرقدو. حنا خدمنا اللي قسمناه، بغينا نمشيو لبلادنا. هادشي اللي بغينا، تنطلبو السيد الله يفتح علينا الباب. هادشي اللي بغينا حنايا، هادشي اللي تنطلبو. حنا ما جابناش الزلالة عاد ناكلو ونجلسو، راه جينا غنخدمو ونمشيو عند وليداتنا. فلوس صيفطنا للمغرب، خاصنا حنا باش نعيشو. فلوسنا صيفطنا للمغرب، حنا ماشي جينا عندنا وراه حنا. راه جينا ناكلو ونوكلو وليداتنا. حنا صيفطنا لوليداتنا. وراه ما كاين لا خدمه لا والو، حنا كاع صنعه حنايا، اش غنديرو؟ حنا البشر باغي نمشي بحالو، باغي اي تمام.